معظم الستات دلوقتي بنستخدم الاير فراير، يعني بنحط البطاطس فيها. دي طريقة من الطرق، بس احنا بنتكلم على ابسط الوسائل اللي ممكن تكون موجودة في اي بيت. بنرش عليها رشة زيت وندخلها بالظبط كده، سواء في الفرن او يعني ممكن البديل ليها ان انا اعملها كده في الفرن او ان انا احطها في الاير فراير، بس ما نحمرش في الزيت، نقلل قدر الامكان. كل الاكلات اللي بتتحمر في الزيت ده البديل بتاعها ان انا بدل ما احمر في الزيت كحاجه صحيه؟ اكيد مش كل، يعني مثلا لو انا بعمل زي الفراخ البانيه بالبقسماط اكيد مش هيبقى ليها بديل قوي زي هي. ممكن احطها في الفرن بس مش هتدي مثلا نفس الطعم. في حاجات ما بيبقاش ليها بدائل، بس احنا بنحاول قدر الامكان ان انا اقلل من الاطعمه اللي بيتم فيها تحمير.